هكذا التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. الشوط الحيل، الشوط الخامس عشر ما شاء الله للحيل، الشوط الثالث الخامس للحيل في المجموع، الشوط الخامس عشر مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. اشواطنا مستمره وانطلاقتنا ايضا مستمره بتحدي كبير واندفاع ما شاء الله، واندفاع مميز واندفاع ايضا اندفاع مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اندفاع في هذا التحدي والشوط الخامس عشر ما شاء الله وتبارك الرحمن. الاداء الجميل والتحدي الكبير والتحدي المتحديين ما شاء الله وتبارك الرحمن. المقدمه والصداره سالم بن سعيد المري، من يقدم الشاهينيه سالم بن سعيد المري يدخل على المركز الثاني. وصلت براقه مشاهدينا الكرام، سعود بن شنان المري، سعود بن شنان المري من يقدم اداء جميل. ثالث الاسماء وصلت مشاهدينا الشاهينيه سعود بن صالح الزمات ما شاء الله، الشعار لا يغيب عن كل المشاركات سعود بن صالح الزمات. ولكن المركز الرابع وصلت ايضا شقره وحمد بن احمد بن خليفه العطيه ما شاء الله وتبارك الرحمن. العطيه نازل بتحدي كبير بشقره وايضا تحدي الشقره، ولكن العوده وين؟ الى المقدمه، العوده الى الصداره، العودة إلى صدارة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. الشاهينية هو سالم بن سعيد المري من يقدم الشاهينية بأداء جميل واندفاعة أيضا كبيرة وانطلاقة مميزة وانطلاقة الكل يتحدى ما شاء الله. سالم بن سعيد المري يتحدى مع الشاهينية بأداء أيضا وانطلاقة الشاهينية، وأيضا ننتظر لنرى أيضا بقية المراكز الأولى. دائما عودتنا على المنافسة وعلى التحدي. المركز الثاني براقه سعود بن شنان المري ما شاء الله، والمركز الثالث وصل شعار الزمات ليقاتل بالشاهينيه سعود بن صالح الزمات. رابع الاسماء وصل الشقره وحمد بن احمد بن خليفه العطيه من يقدم اداء جميل واندفاع كبير. وخامس الاسماء ما شاء الله وتبارك الرحمن، وصلت الدوحه وعبيده بن رشدان المري مع الدوحه، ولكن نحن وين؟ انتصفت المسافه، نحن وين؟ اقتربنا من هنالك لائحه الاثنين كيلو مترات بتحدي كبير وانطلاقه ايضا جميله ومميزه بهذا التحدي، ايضا التحدي الكبير. الشاهينية مشاهدينا الكرام ما زالت الشاهينية بتحدي كبير وانطلاقة أيضا مميزة. وسعيد سالم سعيد المري من يقدم الشاهينية بتحدي كبير ما شاء الله. الشاهينية سالم سعيد المري من يقدم الشاهينية بأداء جميل واندفاع ما شاء الله، اللي اندفعت وطارت في المقدمة ما شاء الله. الشاهينية الألف وخمسمية الكيلو ونصف الكيلو متبقية عن خط النهاية بقيادة الشاهينية وسالم سعيد المري من يجهز الموسم القادم، موسم 2017 و2018 ما شاء الله، موسم جديد وموسم يحمل طموحات كل المشاركين والمتابعين ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الرحمن. أداء جميل وانطلاقه ايضا مميزه ما شاء الله. الشاهينيه وسالم بن سعيد المري نحن اقتربنا من اللائحه الكبيره واللائحه الاعلان ولائحه التحدي، وين التحدي؟ وهنالك الشاهينيه المتحديه لحالها ما شاء الله، ترقص وحيدا وتغرد وحيدا خارج السرب وحبيبات الرمل تتطاير تحت اقدام الشاهينيه والكيل
كيلو متر الأخير كيلو التحدي كيلو خلاص كملت الشاهينية. إن لم يكن لباقي المشاركين كلام آخر هنالك الفريق يا مصورنا خلاص كملت الشاهينية وسالم سعيد المري ما شاء الله. الشاهينية غادرت بالتحدي الشاهينية غادرت بالناموس ما شاء الله وتبارك الرحمن أداء جميل واندفاع أيضا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان أشواطنا ما شاء الله أشواط الحيل كملت الشاهينية وسالم سعيد المري من يقدم الشاهينية بأداء جميل وانطلاقة أيضا مميزة ما شاء الله وتبارك الرحمن ما شاء الله تتلفت يمين وشمال ما شاء الله تبي العصا ولكن ما في عصا ما في عصا إلا بالسماعة يا سالم يا بن سعيد يا المري هي تبي العصا ولكن سالم ما يبي العصا ما شاء الله وتبارك الرحمن أداء جميل وانطلاقة أيضا كبيرة ما شاء الله خدت النهاية يرحب يرحب بالشاهينية وسالم سعيد المري سلام يا أبو سعيد سلام سلام خدت النهاية يرحب يرحب بالشاهينية وسالم سعيد المري سلام الشاهينية ما شاء الله وتبارك الرحمن شكل جميل أداء جميل ما شاء الله خدت النهاية يرحب يرحب بالشاهينية شكلها ما شاء الله تهانينا والناموس لمالك الشاهينية سالم سعيد المري. تاني الأسماء مشاهدينا الكرام وصلت بتحدي كبير واندفاع أيضا براقة وسعود بن شنان المري ثالث الأسماء وصلت أيضا. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام ساعة وصول الشاهدين خط النهاية ما شاء الله التوقيت راح 6:16 ما شاء الله 42 يزو المركز الثالث كان من نصيب الدوحة وعبيد بن رشدان المري شوط الختام وختامها.